هل الشعب مغفل علشان يقبل وتنطلي عليه التجارة بالدين؟ التجارة بالدين تنطلب في وقت من الأوقات، ولكن لا يمكن. الدنيا النهاردة اتغيرت والدين النهاردة مفهوم. الدين هو المساواة، الدين هو العدالة، والدين هو أن نعطي أموال المسلمين للمسلمين. الدين مش أبدا ناخد أموال المسلمين لواحد وعيلة وعدد من المنتفعين المستغلين. الدين هو العدالة الاجتماعية. اللي عايز يطبق الإسلام، يوزع أموال المسلمين على المسلمين، ويقول أهو ده الدين. وقول له أنت دلوقتي بقيت اشتراكي لأنك بتقيم عدالة اجتماعية وتقيم المساواة بين الناس. اللي عايز يطبق الدين ما يقسمش الشعب إلى عيلة وشعب، عيلة من الأسياد وشعب من العبيد. ده الكفر، ده كفر الرجعية.